أهلا أهلا، كلمة صغيرة متكونة من 4 حروف، لكن بتصور إنها بتكبر وبتكبر عشان تضم السادة المشاهدين في استوديو 85. لا زيادة ولا نقصان سوى التمنيات بإقضاء سهرة ممتعة. اهي ماشية الدنيا ودي
عايشين وهي ماشية. في استوديو 85. اهلا بيك يا فريد. الحقيقه واحنا في استوديو 85 وقبل ما نبدا الحديث مع حضرتك قعدت اتذكر ازاي استعيد 25 سنه تاريخ مع محرم فؤاد وايه اللي ممكن يتسال للفنان محرم فؤاد. لقيت انه لازم نسالك عن نبدا من النهايه ونرجع مره تانية للبدايه. انت فين؟ وحشتنا بقالنا مده طويله ما شفناكش. آخر أفلامك كانت من 77 وآخر إنتاجك الفني من مدة طويلة، أنت فين في ساحة الغناء؟ أنا الآن بأعد فيلم جديد بعد فعلا 7 سنين من آخر فيلم، وآخر فيلم ده كان الرقم 13 بالنسبة للأفلام اللي أنا عملتها يعني. والفيلم ده إن شاء الله هيفاجئني بموضوعه الأستاذ المخرج حسين كمال،
والأستاذ السيناريست رفيق الصبان. ويمكن اللي خلاني أنتظر مدة طويلة إن يعني البحث عن قصة لفنان بيعمل في الحقل الغنائي أو في الموسيقى صعب، مش بالسهل يعني الواحد يلاقي موضوع. يعني أنت بتصور إنك تلحن مجموعة من الألحان وتبني عليها القصة، ولا القصة تكون موجودة وتدخل فيها الألحان؟ لا، أنا يعني اللي أتمناه واللي أحبه واللي يعني واللي يسعدني أو اللي يعني اللي يخليني أخد قرار يعني إن أنا موجدش موقف مفتعل في فيلم عشان أغنية مثلا ناجحة أو أغنية حلوة وأعمل لها مثلا فيلم، أو حتى لو كان إن شاء الله 10 أغاني أنا أعمل لهم فيلم، ده شيء صعب أو لأن يبقى أسلوب مش طبيعي في الفن. ولكن لما يبقى موضوع بناءه سليم، قصته يعني جديدة، ألاقي نفسي في القصة، ألاقي نفسي في سني اللي أنا فيه حاليا، أو ألاقي مثلا إن في مجهودات جديدة أنا هقدمها أو فكر جديد أنا هقوم بتقديمه، وبعدين تيجي مواقف الأغاني ويترتب لها أو نختار الشعراء اللي هيكتبوا المواقف دي. ده أسلم طريق في الإنتاج. يعني فنان محرم فؤاد مطرب وملحن ومنتج، لقيت نفسك فين فيهم؟ يعني بدرجات معينة يعني يعني لقيت نفسي كمطرب يعني بدرجة مثلا 90%، كممثل بدرجة مثلا يمكن تقل عن 90% أو جايز يعني نسبة واحدة. في الإنتاج لقيت نفسي منتج شاطر 100%، لأن الإنتاج حرفة، حرفة ذكاء يعني كبيرة كبيرة قوي قوي قوي، يعني كلها التوفير المادي مع تواجد كل العناصر اللي تنجح الفيلم وإيجاد كل الأماكن اللي تصلح للتصوير. دي الثلاث حاجات. كملحن وجدت نفسي في حقل الملحنين بنسبة 60% أو 65%. اتجاهك للتلحين كان اضطراري؟ لا أبدا، التلحين زي ما اتولد، يعني اتولدت طفولتي في حقل الغناء، نمت معاها في دور الصبا يعني موهبة التلحين أو النغمة يعني اللي أنا بحسها وبقدر أترجمها أو بتترجم لوحدها حتى كمان يعني. طب ليه مش بنسمع إنتاجك في التلحين على أصوات تانية؟ والله مش عارف، بيتهيألي إنها يعني عايزة يعني ما أقدرش أقول المبادرة مني أنا، وإلا هتبقى يعني أنا يعني بحافظ على ان انا يعني دايما ابقى يعني عايش بنفس المشاعر بتاعتي، اني ما يعني ما بقاش رخيص يعني، او اقول لحد تعالى انا اعمل لك لحن، ما اقدرش اقولها يعني. الفنان هو اللي هيجي لك لغايه عندك ويقول لك من فضلك. مفروض لا، هو مش من فضلك، هو مفروض ان الاصوات اللي ممكن مثلا تكون نفسها في نغمة جديدة أو في تغيير في أسلوب الغناء، لأن أنا أسلوبي اللي بلحن بيه أو بلحنه أو بيطلع معايا لشخص اسمه محرم فؤاد، له إمكانيات معينة يعني. فيعني أنا مش ممتنع طبعا، إنما أتمنى طبعا إن أي حد من الأصوات الجديدة أو الأصوات اللي موجودة يجي له فكرة الذكاء إنه يطلب مثلا أي عمل، وأنا طبعا جدير بإني أعمل حاجة كويسة يعني. طب إذا تخلى ذكاء الفنان عنه في لحظة من اللحظات ماذا يكون؟ إذا تخلى ذكاء الفنان عنه يكون لا قدر الله أصيب بمرض في العقل.
فؤاد، لو طلبت من حضرتك دلوقتي أسمع غنوة من أغانيك المحببة إلى نفسك بدون أوركسترا بدون آلات موسيقية، بتحسها غنوة بتحسها، تقولي إيه؟ هقولك الحاجة اللي أنا بعيشها مثلا دلوقتي يعني أو بذاكرها يعني عشان أسجلها. وفي عندنا سبت بقى فني دلوقتي. يعني لأنه دايما بتبقى حسب المود يعني الجو اللي بيبقى فيه الفنان يعني. فأنا دلوقتي بتعايش مع كلمات للفنان سمير الطائر واللحن إن شاء الله للفنان محمد سلطان. بقول خدنا إيه من الحب، قول لي خدنا إيه، يعني في إيجاز كده بقول خدنا إيه تيرارا من الحب قولي خدنا ايه ترارا، خدنا منه قلبي ايه، خدنا ايه ترارارارارا، خدنا ايه ترارا من الحب قولي خدنا ايه ترارا، خدنا منه قلبي خدنا ايه. الله 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 الله، دي اخر الانتاج الفني؟ لا هو لسه اخر الانتاج الفني يعني، ربنا يدينا الصحه ان شاء الله حاليا. لكن يعني اللي هو دي غنوه يعني طويله شويه عن الالوان اللي انا اتجهت في بتمنى اقولها، اتجاه سريع وسبقت الذوق العصري بانك انت اتجهت ناحيه الريتم السريع الخفيف القصير. اقدر اقول انك ماشي مع ذوق الجمهور العربي ولا سبقه ولا
ولا انت فين بالظبط منه؟ هو اولا انا ما اقدرش امشي مع الذوق او اسبقه، يعني هو يعني في إيجاز بسيط جدا كل فنان بيشكل لوحة معينة او يعمل تمثال معين او نغمة حلوة يقولها تكون مش متكررة، ويناقش نفسه قوي لحسن تطلع مشابهة، ويبقى خايف، ده الطبيعة يعني، او يكتب قصيدة تكون بتفوق ما كتب او ما بيستمع اليه، يعني كل ايه، والفنان التشكيلي وكل انواع الفنون يعني، وبيعمل هذا العمل وبيتركه للحكم، بيترك الحكم على هذا العمل من الجمهور يعني. انما الفنان يقول انا بعمل على قد ما الناس عايزة او انا برتفع بالناس، يعني انا ما اعتقدش يعني. اذا كان فنان في عبقرية فذة قوي ويقول انا هعمل عمل يرتفع بالناس، وده ما اعتقدش ان هو هيستمتع يعني بنجاحه وهو موجود وهو عايش، يعني بيبقى بعد عمر طويل لما حاجته تتعرف قوي و الى اخره، وجايز توصل للناس وهكذا. انت راضي كل الرضا عن اعمالك الفنيه؟ انا لا، مش بنسبه الرضا كما هو رضا يعني، انما بحمد ربنا يعني ان انا كل اللي بعمله محاولات وربنا يوفقني يعني فيها. الفنان عمره ما بيرضى عن عمله. هو فعلا كده يعني، مش ممكن يحس ابدا لا بالاعجاب ولا بان هو عمل حاجه، مش ممكن. بتحس بايه وانت بتسمع نفسك؟ يعني زي اللي بتجيله يعني فولت كهربا كده يعني، بتكهرب احاسيسي، مش الكهرباء بتاعت اللمبات، انما كهربة المشاعر اللي هي اقدر اقول ان انا بتاخد يعني، مفهومة طبعا كلمة بتاخد دي كلنا بنقولها يعني، يعني ببقى عايز ادارة، عايز استخبى، خايف، وخصوصا لو سمعت حاجة ليا مثلا جديدة او نص جديدة يعني، وفي وسط ناس ببقى خجلان وببقى مكسوف وببقى متضايق يعني. لما بعمل حاجة جديدة بسمعها لوحدي وبسمعها كتير، لان بسمع مرة الايقاعات، بسمع مرة التوزيع الموسيقي، بسمع مرة الميلودي اللحني ونغماته، بسمع مرة للمقارنة ما بين هل طرقت مثلا هذه النغمات قبل كده ولا لا، قبل ما ادي اللحن للإذاعة او يعني يظهر يعني، بسمع مرة مخارج الالفاظ، بسمع مرة هل انا اديت حلو ولا لا، بسمع مرة مين اللي بيغني ده، بسمع مرة نفسي وبقول انا وحش، بسمع نفسي مرة بقول الحمد لله، بسمع نفسي يعني امور كثيرة جدا جدا وكلها محيرة. كنت اقدر اشتريك
في فرضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت خاصي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت خاصي. لو كنت أحلم قد حلمك وأقول شبيك لأمرك، كنت أحلم قد حلمك وأقول شبيك لأمرك وأفرش في السكة عمري وأجيب من البدر شمسك. وأفرش في السكة عمري وأجيب من البدر شمسك وأجيب من البدر شمسك. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان أمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان أنا زينك فقير، لا أنا ساحر ولا أمير. أنا زينك فقير، لا أنا ساحر ولا أمير. بعيش اليوم بيومه قليل أو كتير، بعيش اليوم بيومه قليل أو كتير، قليل أو كتير. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان عدي مهما تعدي، تجيبني ولا تودي. كفاية إني بحبك، والحب كتير بيدي، الحب كتير بيدي. تعدي مهما تعدي، تجيبني ولا تودي. كفاية إني بحبك، والحب كتير بيدي، الحب كتير بيدي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. لو كان الأمر أمري، لو كان في شيء بيدي، كنت أقدر أشتري لك جزيرة ويخت فضي. Thank you.
يا صبر قلبي عليك يا زمان وريتني كل الطمع الوان يا صبر قلبي عليك يا زمان وريتني كل الطمع الوان وسقتني ليه مر الأشكال والفرح ليه بدلت هموم ولا نوم ولا نوم ولا نوم طبعك غريب وملكش أمان العمر ليه تملها أحزان طبعك غريب وملكش أمان العمر ليه تملها أحزان قلبي الوحيد محتاج لحنان ايه ذنبه ايه يبان محروم ولا نوم ولا نوم ولا نوم يا مجرمين ده الهجر حرام وازاي تقولوا عليه الغرام يا مجرمين ده الهجر حرام وازاي تقولوا عليه الغرام ده الهجر نار ونمو وخصام ازاي معاه الفرح يدوم ولا نوم ولا نوم